نظرية جديدة عن سبب انقراض حضارة جزيرة القيامة تقف تماثيل جزيرة الفصح أو جزيرة القيامة المترصة صامدة منذ أكثر من 1000 عام، وحيرت علماء الآثار منذ زمن بعيد محاولين فهم أصلها والغرض من إنشائها، ويوجد أكثر من 1000 تمثال رأسي صخري في جميع أنحاء جزيرة القيامة الواقعة في تشيلي، والتي يعتقد أنها انحطت بواسطة الحضارة البولينيزية، لكن العلماء ما زالوا غير متأكدين من هدفهم الدقيق أو المعنى الكامن وراء إنشائها. ومع ذلك ربما تمكن فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أخيرا من كشف لغز جزيرة القيامة، وكشفت دراسة جديدة نشرتها عالمة الآثار الأمريكية جوآن فانتلبورغ التي اشتهرت ببحثها حول تماثيل جزيرة الفصح أنها فككت المعنى وراء الرؤوس الحجرية المنحوتة المعروفة باسم مواي. وفي دراسة نشرت في مجلة علوم الأثر أدعى العلماء أن مواي لعبت دورا حاسما بالنسبة لسكان الجزيرة، ووفقا للدراسة وقع نحت مواي ووضعها في جميع أنحاء الجزيرة بين القرن 14 و19 لتعزيز خصوبة الأرض. ودرست العالمة فانتلبورغ وفريقها تمثالين معينين في محجر رانو راراكو على الجانب الشرقي من الجزيرة، واللذين قد يعود تاريخهما إلى عامي 1510 و1645، وربما يعود أصل 95% من التماثيل الحجرية القديمة في جزيرة القيامة إلى محجر رانو راراكو. وقامت عالمة الآثار الأمريكية بتحليل عينات التربة في جميع أنحاء المحجر للعثور على أدلة على الأطعمة مثل الموز والبطاطا الحلوة ونبات استوائي يعرف باسم قلقاس مأكول أو أذان الفل. وتشير وفرة الأطعمة الموجودة في التربة المحيطة بالمحجر إلى أن الأرض كانت نقطة ساخنة للزراعة في جزيرة القيامة. وقضت فانتلبورغ 30 عاما الماضية في جزيرة القيامة جزيرة الفصح، وساعدتها في اكتشافها الأخير سارة شيرد المتخصصة في التربة وعالم الآثار في جامعة كاليفورنيا. وقالت فانتلبورغ: أعتقد أن تحليلنا الجديد يضفي الطابع الإنساني على عملية إنتاج تماثيل مواي، فيما أشارت شيرد إلى أن كيمياء التربة مثل الكالسيوم والفوسفور أظهرت مستويات عالية من العناصر الأساسية لنمو النبات وضرورية للإنتاجية العالية. وبينما كانت التربة في المحجر مثالية بحيث بدت غنية بالماء والأسمدة الطبيعية والمواد الغذائية، كانت التربة في بقية الجزيرة تتآكل بسرعة. ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن حضارة جزيرة القيامة ذات تفكير زراعي، حيث عرفت زراعة محاصيل مختلفة في المكان نفسه مرارا وتكرارا. وربما تم نقل التماثيل من المحجر لضمان الطبيعة المقدسة للمكان في جميع أنحاء الجزيرة. وبذلك فإن الفكرة الأساسية من المواي هي الخصوبة، ووجودها يعني تحفز إنتاج الأغذية الزراعية. وفقا لفانتلبورغ، دحض علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية فرضية تفيد بأن حضارة الرب نوي في جزيرة الفصح انقرضت نتيجة الحروب واستنفاد الموارد، بأن علماء الجامعة يعتقدون أن القبائل على الرغم من الحروب كانت تتعاون فيما بينها، ما سمح بالحفاظ على حضارتها إلى أن استعمرها الأوروبيون، ووصل المستوطنون من بولينيزيا الشرقية إلى هذه الجزيرة قبل حوالي 900 سنة. وبعد بضعة قرون ازداد عدد السكان الأصليين إلى 4000، وخلال أعوام 1205 و1500 أقام السكان نصب موت على شكل رؤوس بشرية كبيرة. وكان يعتقد بأن حضارة الرابانوي انقرضت بسبب الحروب والكوارث البيئية، ولكن العلماء في دراستهم الأخيرة يؤكدون على أن حضارة الجزيرة كانت منظمة اجتماعية سياسية معقدة، وانقرضت فقط بعد استعمار الجزيرة في القرن 18. وأجرى العلماء تحليلا كيميائيا لعدد من القطع الأثرية التي عثر عليها خلال عمليات الحفر على منحدرات البركان الخامض رانو راراكو، والتي كانت فيها مقالع الحجر. وهذه القطع مصنوعة من حجر البازالة المحلي الذي يتميز بخصوصيته. وتبين
أن معظم أدوات العمل مصنوعة من حجر مأخوذ من مقلع واحد، وهذا بحسب الباحث ديل سيمبسون، يشير إلى أن القبائل استخدمت نفس مقلع الحجر وكانت تتعاون فيما بينها بدلا من القتال. ولكن يحتمل أن تكون قبيلة ما أجبرت القبائل الأخرى على العمل معا. حقيقة اختفاء جزيرة القيامة في البحر. تتعرض جزيرة الفصح البركانية النائية التي تضم حوالي 900 تمثال أثري قديم لخطر الاختفاء في البحر وفقا لأحدث تقارير اليونسكو، وألقت هيئة التراث العالمي باللوم على ارتفاع المد والجزر على سواحل الجزيرة، حيث نشرت تحذيرات حول تأثير ارتفاع مستوى البحر على الرؤوس الأثرية الشهيرة في الجزيرة. وقال آدم مارخام نائب مدير برنامج المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين والمعد الرئيس للتقرير، بعض تماثيل جزيرة الفصح معرضة لخطر الضياع في البحر بسبب التآكل الساحلي، ويتوقع العلماء أن ترتفع المحيطات بما يصل إلى مترين بحلول عام 2100، ويمكن أن تهدد العواصف والأمواج المناطق الساحلية وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وفي العام الماضي سقط جدار صخري على بعد 3 أمتار من الساحل الجنوبي للجزيرة المعروفة باسم جزيرة القيامة بسبب تأثير الموجات القوية، والآن سيحاول علماء الآثار إيقاف تآكل السواحل عبر بناء جدار بحري، كما قدمت الحكومة اليابانية تمويلا بقيمة 400,000 دولار لإكمال العمل. ويدرس المسؤولون أيضا إمكانية نقل التماثيل الضخمة للحفاظ عليها، وكانت المنصة التي تحتوي على بقايا قديمة وتماثيل ماوي العملاقة، وهي تسمية محلية لمجموعة من التماثيل المصنوعة من حجر البازل في جزيرة القيامة، مهجورة منذ حوالي 1000 عام. وأصبحت الجزيرة التي اكتشفها البولينيسيون منذ 1000 عام أرضا تشلية، رغم بعدها عن ساحل البلاد مسافة 3500 كلم. وبصرف النظر عن احتمال فقدان التراث الأثري، يمكن أن يتعرض سكان الجزيرة البالغ عددهم 6,000 نسمة لخطر نفاد مصادر رزقهم نتيجة اعتمادهم بشكل شبه كلي على السياح القادمين لزيارة الموقع. وفي العام الماضي زار أكثر من 100,000 شخص الموقع الأثري، ومن المتوقع زيادة العدد إلى مستويات تفوق طاقة الجزيرة وفقا للمسؤولين. وتدر السياحة عائدات سنوية تقدر بحوالي 70 مليون دولار. كشف علماء سر بناء قبعات حمراء على رؤوس التماثيل العملاقة مواي في جزيرة الفصح في المحيط الهادئ، ونشروا نتائج عملهم في مجلة علوم الآثار العالمية. وقال كارل ليبو عالم الأنثروبولوجية من جامعة بنغهامتون الأمريكية، استطعنا حل هذا السر بفضل الجمع بين أساليب علم الآثار والنمذجة الكمبيوترية. ومنع الاختفاء التام لحضارة موي وناطق لغتها علماء الآثار من حل أحد الأسرار الأكثر إثارة في تلك الجزيرة، وهو ظهور قبعات ضخمة أطلق عليها بوكو، يبلغ وزن بعضها أطنان على رؤوس بعض التماثيل. ولاحظ العلماء أن التماثيل والقبعات مصنوعة من مختلف الصخور البركانية الواقعة في مختلف أنحاء الجزيرة، وكان نقل مواد البناء إلى مكان الإنشاء والجمع بين التمثال وقبعات همرا في غاية التعقيد. وتوصل العلماء بعد تحليل القطع الأثرية وعداد نماذج ثلاثية الأبعاد للتماثيل والقبعات إلى أن التماثيل كانت في بادئ الأمر موضوعة بشكل مائل بالنسبة لسطح الأرض، أي تحت زاوية معينة، الأمر الذي ممكن أهالي الجزيرة من رفع القبعات على رؤوسها بواسطة حبال. نظام خاص من الحبال والرافعات استعان به الأوروبيون لرفع السفن الغارقة، ومن ثم قاموا بنصبها بشكل معتدل. أما تحريك التماثيل من مكان صناعتها إلى موقع نصبها فكان يتم ببطء عن طريق تحريكها حول محورها لتتقدم إلى الأمام، ويدل كل ذلك على أن إنجاز المشاريع الضخمة في عصر الاستبداد لا يتطلب امتلاك جيش من العبيد كما هو الحال في مصر القديمة، بل يتطلب ذكاء وحيلة ومعرفة قوانين الفيزياء. وتعد جزيرة الفصح من الأماكن الأثرية الأكثر غموضا في العالم، حيث خلفت حضارة بولينيزيا العارقة التي بلغ عمرها الف عام آثارا عديدة على شكل تماثيل عملاقة أطلق عليها مواي، كانت تمثل حسب العلماء أسلاف أهالي الجزيرة، واختفت تلك الحضارة عمليا من وجه الأرض قبل وصول الأوروبيين إلى الجزيرة. ويرى العلماء أن سبب ذلك يكمن في استنفاد موارد الجزيرة نتيجة القضاء على الغابات والحروب بين مختلف القبائل. توجد في عالم
من العديد من القطع التاريخية الهامة التي ظلت غارقة في الغموض حتى الآن. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي إلا أن هذه الإبداعات القديمة ظلت من دون تفسير وفهم حتى الآن. وهناك العديد من القطع الأثرية القديمة التي ما يزال المؤرخون عاجزين أمامها.